طبعا. والفقرة التالية راح تكون مشاهدينا عن الرسم. دائما فن الرسم هو فن جميل ومميز، لأنه يقدر بالشخص يعني يعبر عن أفكاره، ودائما يعني الصور الجميلة هي اللي يعني تغني الكثير عن الكلمات. فتقريرنا عن معرض الرسم بفرشاة الفنان سامر والست سوسن والفنان طه، خلونا نتعرف عن هذا الموضوع أكثر بسياق هذا التقرير.
قادلهم في الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أشكر البيت الثقافي الراعي الرسمي. حيث أن حاولنا أن وبالنسبة في هذا اليوم أنه هناك مجموعة من الفنانين قاموا، فناني الشباب، بمعرض لطيف.